جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس، غنسولوا الناس اش من حزب درتوا فيه الثقه وصوتوا عليه. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه خليكم معنا بكل تواضع. شريف، واش صوتي هاد النهار هذا؟ بطبيعه الحال. وعلى من صوتي؟ بعد العلامه باش عرفتي صوتت، ها العلامه بانني صوت بطبيعه الحال. انا خص الاحزاب دابا الحمد لله كلشي الاحزاب عدد منها دازت على المغرب، وكل حزب كان شنو الوقت ديالو اشنو كان المغرب فيه، واش كان في العمل، كانت الاشغال، كان الناس خدامين، ما كان عندنا الفقر، ما كانت عندنا الهشاشه. بكل تواضع جيني من الاخر، الحزب اللي صوتتي عليه شكون؟ الحزب اللي صوت خلا كما كيقول كنقول انا صوت على الحركه الشعبيه، والحركه الشعبيه انا مشيت على الطريقه ديال السبوله، والسبوله هي رمز الارض، والارض هي اللي كتوكلنا وكتشربنا. انا ديما كنتبع واحد الحاجه ديال الارض، حنا بنا الارض وحنا من الارض. الاخت صوتتي هاد الصباح؟ لا انا ما عمري ما صوت، لان انا لا منتميه، لان عمرنا ما شفنا، يعني مني عقلت على راسي عمري ما شفت شي حاجه تغيرات او شي مرشح. على الاقل حنا دابا تنسكنوا في المدينه القديمه، يعني عمر شي حد ما ترشحوا عليه ولو ينقي لينا غير البلاد نشوفوها نقيه. يعني حد الناس دابا ولات تتخاف من المدينه القديمه. ما بقاتش عندك ثقه في الاحزاب؟ لا، حتى انا تنعقل على راسي مني كانت عندي ديك 11 سنة، كان جا عندنا واحد رشح نفسه وجا دق على كانت الوالدة قال لها عافاك انتخبي علينا، راه غادي نخدموا لكم ولادكم وغادي يعني نديروا لكم شي حاجة. ومن بعد الله يخلف عليه مني نجح جير لينا الدرب كان هنا. باش بالبيض ولا بالحمر؟ بالبيض بكل تواضع. وما بان على 4 سنين عاد بان في هذاك هذا بجا. واش تك تبيضر غادي تصوت؟ ماكينه البيدار اخويا. البيدار دابا ما مسالي تنسالي تصويت ومشي نصوت. تتسالي تصويت وتمشي تصوت، وخاصنا نختاروا الراجل المناسب في المكان المناسب. اش من حزب انت غتصوت عليه بكل تواضع؟ اللي يدير فيه الثقه مازال ما لحد الان مازال ما باقي ما مشي والو. حزب اللي حسب اللي جات فيه 10 صوت عليه. لا ما كاين لا بكل تواضع والو. المهم انا ما عنديش شي علم على هذوك اللي غادي صوت عليهم. صوت عليهم عليا الا ندير ورقه خاويه ونحطها. هذا الراي ديالك. المهم هو المشاركه بكل تواضع. شتك زربانه شدينا كبزاز ياك ما غادا تصوتي؟ لا لا ابدا، انا من 96 ما بقيت صوت، ما انا لا منتميه وما عنديش الثقه وما نصوت على حتى واحد ونبقى هانيه. بكل تواضع. ونبقى ضميري مرتاح بكل تواضع وعارفه اشنو كاين. وعلاش ما باغاش تصوتي؟ لان وقع في 96 صوتنا على واحد ماشي مع البرلمان، دوك الناس اللي كيكونوا منتمين للجماعه الحضاريه، ودوك اللي كيديروا 5 سنين ملي يساليو 5 سنين كيعاودوا 5 سنين الثانيه. المهم 5 سنين الاولى درنا معاه، جرينا وصينا الناس وكل شيء، كان هو استاذ ما غنقول سميتو هاد. المهم تهلا فينا شنو تهلا، صوب حاشاك واحد القادوس في الدرب وجير شي حاجه وهادي صافي كنلقاو في القادوس مبوشي بكل تواضع. بكل تواضع جاب ماشي هو راه داك الشيء، ديك القواس اللي جاب راه ديال الجماعه الحضاريه، ريب شي حاجه دا جابهم جابوه ريب الجماعه حي القواس جابهم دارهم في الدرب. الجماعه دوك طوال حدا ماشي في الدرب، واحد اسطوان واحد الزنقه، واحد الدريبه صغيره والدرب كبير، واحد اسطوان صغير في واحد الدريبه، هي درب كبير وفيه دريبات صغار. المهم 5 سنين الاولى تهلا فينا في هادي، من بعد 5 سنين الثانيه قلنا راه دار كلشي وصى عليه الناس الدرب وهادي وداكشي. المهم انا بحكم المهنه ديالي كنت خدامه في اسيرونس، كان 50 ثانيه ثاني نجح جا عندي، كان وقع لي حادثه مني جا عندي قلت ليه راه ما صوبتيش الكونستا، كانت وقع لي قلت ليه الكونستا ما صوبتهاش كخوا ما درتهاش بلاصتها، قال لي لا لا الدنيا هانيه صافي عحيدي واخا ما يردوش ليك، ما غاديش يردوا لك راه ما سنيتيش ما درتيش هادي ما صوبتيش مع لادفيرسير داكشي مزيان. قال لي لا لا صافي تنشوف شي دوسي في الجماعه ونعوض به، وانا هاد 5 سنين الثانيه خديتها ليا انايا نبرع بها ولدي ونشري بها ابارتومون ديالي، علاش باقي غادي نتيق؟ بكل تواضع. بكل تواضع وكل ثقه يمينا بالله عمرني ما بقيتش من 5 سنين الاخرى ما عقلتش، ما عمر انا ما بقيتش ما عنديش ورقه ديال الانتخابات وما كنمشيش وما كنمشيش ناخذها. العمل السياسي هو عمل نبيل حينما يرتكز على اخلاق وعلى اريحيه. قبل الاستقلال كان الناس يخرجون من قصور في تطوان وفاس ويحولونها مدارس لتعليم ابناء المغاربه بدون تمييز اللغه العربيه الى جانب اللغه الفرنسيه. كل رجال المقاومه ورجال النضال الوطني كانوا مزدوجي التعبير، عبد الرحيم بوعبيد، حسن الوزاني، علي الفاسي، محمد الفاسي، الطبقه النخبه العاليه كلهم كانوا متفانين في حب العربيه الى جانب الفرنسيه. بكل تواضع. بكل تواضع
التعاون. المهم لا تضحكني، بكل تواضع بالضمة، فيما يرجع لي اليوم للتصويت يجب أن يعتاد المغاربة على الاقتراع وعلى التصويت على الناس الأكفاء، لأن السياسة خاضعة لمصلحة رأس المال. وجينا من الأخر، واش أنت صوتتي؟ قولي لنا الحزب اللي صوتتي عليه عندك فيه الثقة. لا أنا أبي كان ينتمي إلى حزب الاستقلال، ولكن بحكم سني أن يذهب المرشحون الشباب وغير الشباب ليصوتوا بكل أريحية لمن يرتاح له برنامجه، إن كان برنامج قابل للتطبيق فليصوتوا، على كل حال يصوتوا أو يمتنعوا باسم الديمقراطية هم أحرار.